وحول الفساد المستشري في قطاع الكهرباء في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي والعراقي مظفر الخميسي. حياكم الله أستاذ مظفر. حياك الله، مساء الخير عليك وعلى مشاهدين القناة الكرام. حياكم الله أستاذ مظفر. يعني بحسب هيئة النزاهة فإن عشرات المسؤولين متورطون في قضايا فساد مالي وإداري، يعني كيف أثرت حالة الفساد المستشري في القطاع الحكومي على قطاع الكهرباء في العراق؟ يعني قد تكون كلمة عشرات المسؤولين كلمة أو وصف غير مناسب لوصف حالة الكهرباء في العراق. هناك الآلاف من المتورطين في فساد وزارة الكهرباء، حيث يعني وصلت أرقام فساد وزارة الكهرباء والأموال المهدورة عليها إلى رقم 80 مليار دولار نهاية الصيف الماضي باعتراف الكاظمي. وهناك حديث هنا في الصحف الأوروبية والعالمية عن وجود مافيا وجريمة منظمة في العراق، يعني يتولاها مسؤولين كبار سياسيين ورجال دين ورجال دولة وحتى قادة في دول الجوار للعراق. نعم، يعني هل ترى أيضا أن التجاء المواطن العراقي للمولدات الأهلية كبديل لربما عن شبكة الكهرباء الحكومية، هل تعتقد أن هذا قد يكون حلا مناسبا؟ أنا لا أعتقد أنه حل مناسب. يعني هذه حالة إنسانية، المواطن العراقي مغلوب على أمره وهو يلتجئ إلى أصحاب المولدات الأهلية مجبر لا مخير في ظل مناخ قاسي وتواطؤ حكومي حزبي وميليشياوي مع أهل المولدات، أغلب أهل المولدات. وكذلك فشل الحكومة في توفير أقل مستلزمات الخدمات الإنسانية وتخليها عن المواطن وتركه وحده فريسة لأصحاب المولدات الذين يقف خلفهم أكثر الميليشيات وأصحاب السلاح المنفلت. يعني لجوء المواطنين لمثل هذا الخيار كيف سيؤثر على أحوالهم الاقتصادية والمعيشية وغيرها؟ هل ستزيد الأمر سوءا أم هناك حلول بديلة لربما؟ أنا لا أعتقد أن هناك حلول بديلة الآن في الأفق. الجميع يعني أقصد المسؤولين هنا، مسؤولين الحكومة والفاسدين، هم مرتاحين لهذا الوضع. أهل الميليشيات مرتاحين لهذا الوضع، سحق المواطن العراقي و عدم توفير خيارات أخرى أو بدائل أخرى له هو جزء من 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 تعامل الحكومة مع المواطن. هنا في كل دولة تحترم نفسها، في كل دول العالم اللي تحترم نفسها تعتبر أن توفير الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب هو من ثوابت بقاء الدولة. هذه أشياء إنسانية، أي دولة لا تتوفر في هذه الأشياء تعتبر دولة فاشلة وغير صالحة للحكومة. والبقاء في العراق يعني هم باقين ببقاء الميليشيات وهذه الجرائم اللي يرتكبوها بحق الشعب. نعم، هل تعتقد أن الحكومة يعني تتعامل مع هذا الموضوع على أنه لربما من الأمور الكمالية وليس من الأمور الأساسية أم ماذا؟ أنا أعتبر أن الحكومة تتعامل مع مسألة الكهرباء للمواطن العراقي يعني كأنه سيف مسلط على الناس، يعني تعتبره ورقة انتخابية، تعتبره منافسة مع الأحزاب الأخرى للمناكفات السياسية. كلما تذهب البلاد إلى مشكلة سياسية بين الكبار في الحكم وفي السلطة يذهبون إلى قطع الكهرباء وإلهاء الناس عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب. في ظل هذا الفساد المستشري سيد مظفر، يعني هناك مخاوف من انهيار تام للمنظومة الكهربائية، هل تتوقع أن تصل الأمور لهذه الحالة؟ لا أعتقد أنه يذهب إلى الانهيار التام للمنظومة الكهربائية بسبب أن الطقس أو الجو ذاهب إلى الاعتدال. يعني راح ندخل خلال الأسابيع القادمة في فصل الخريف، يعني رسميا راح يعتدل الجو. والحالة الثانية أنه الآن ما يفيد الفاسدين أنه يكون انهيار للمنظومة الكهربائية. هنالك أشياء أخرى تمرر من خلف الكواليس يستخدموها في وقت ثاني أعتقد. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.